فريق من نوعه على الكرة وعلى الحارس والتسديدة التي ستكون ساقطة. أين سيضحى رونالدو؟ هل سيشعل المباراة منذ البداية ويشعل جماهير البرتغال؟ رونالدو با 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 جول جول كريستيانو رونالدو يفتح مجال التسجيل لصالح منتخب البرتغال مباشرة عند الدقيقة السادسة. يا لها من بداية، يا لها من بداية، ويا له من تركيز، ويا لها من تسديدة، ويا لها من دقة. كريستيانو رونالدو الكبير كبير عندما يحتاج منتخب البرتغال في مثل هذه المناسبات. كل الأمال معلقة عليه. بورتوغال بورتوغال بورتوغال، هكذا جماهير المنتخب البرتغالي. ورونالدو رونالدو رونالدو المنقذ يسدد كرة ساقطة بروعة كعدت على يمين الحارس بيجو.